DC, man. Ah, DC. ¿Es futbolero 7 Cádiz 9? No, sí, sí. Rajal. ¿Futbolero es cuál, el 11 o Rajal el 12? Ese es el partido que juega. Luego es que son todos ya. Es que yo creo que es el mismo partido. No, no, porque, no, porque mira. Ahí. Dilo que me das. El 11-12. Ahora mismo que es futbolero 11, Rajal 12. Pues es el mismo partido que jugaron. A ver, tío. Vale, pues entonces vamos a ver si los jugadores también. Del futboleros, nos gustó el número 30 y el portero. Pero vamos a verle ahora que se ve. El 30. Estos dos porteros, este portero ahí está metido en la línea. Es el que lleva balón que va muy bien. Sí. Sí, el del pelo, sí. 30 es un extremo. Vale. Es que puede bajar, pero esto no es un jugador. No, el 30 va bien. Y el de jugador, el que está ahí en banda. Ah, ¿se está aquí tal vez? Pero lo que queremos saber es y el siguiente partido también, que sea todos los equipos que quedan ya Rajal y futboleros, pero que yo creo que han cambiado el orden. Futboleros 11 contra Rajal 12 y luego futboleros 13 y Rajal 14. Es lo mismo que jugamos. Futbolero fue la brada, era el 10 contra el 7. Hay un montón de equipos de futboleros. Sí, tienen 24, el 16. Sí, lo mismo. Sí, míralo. El 11 contra el 12 de ayer. Mira, yo tengo el partido de ayer. El partido de ayer es el mismo. El partido de ayer, que estaba el 32. Míralo. Sí, y el 27. Míralo. De Rajal. ¿Dónde es el partido de encima? Este fue el partido. En la semifinal sí, pero por la tarde ya sí. Sí, tiene muchos años, tío, pero mucho tío de la cara. Sí,
السلام عليكم. Thank you.
Muy bien. Thank you.
عندك كان هذه درتي ليها مسالين بيضراج درتي ليها
الله يا مبارك يا محمد هذا قادم من تونس اللاعب ليحضر رقم 30 مع الفريق الاسود مراوغه ممتازه عدى على طريق الاكوار يمشي مره ثانيه رقم 30 هذا بن مبارك ماذا لا تتغير بعد الارقام وبعد الاسماء يا عصام يلعب الواقعيه وكره ترجع مره ثانيه للروداني هذا لمبار كما نفعل لمبار لمصياد مصياد مره ثانيه لوسط الميدان الله على خالد عاد على طريق مصياد على طريق الاكبر وكره ترجع مره ثانيه من صامبو الهدف برافو صافي برافو حمزه الهداف برافو الخلاص هدف جميل هدف ضد نزل اللعب وخطا كان فعل حويه معليش هذه كره القدم اللعب رقم 26 مع الفريق الاحمر عصام عصام رقم 26 اللاعب القادم من السنغال 27 كودي لا كودي هذا هو الاسم الكامل لهذا اللاعب كرة ممتازة ممكن التوزيعها يلا يا محمد يرسل الكرة ممتازة للاعب رقم 24 الخلفاوي ضاعف من هذا اللاعب رقم 24 الخلفاوي يمشي مره ثانيه لابن مدينه مراقص ضراي يسلم الكوره لهذا اللاعب القادم من تونس مبارك يا مبارك بركاتك يا مبارك هذا هو مبارك ماذا يفعل عمره 16 سنه قادم من تونس الخضراء مبارك محمد حمزه والله الله على كوره شكلت خطوره كبيره على الحارس الروداني هذا الضوء القادم من السنغال يلعب بزي الله على اللمسه من حارس هذا هو الضوء القادم من السنغال الضوء يسند الكره والكره مقطوعه من الدفاع من لاعب 26 كوندي يا كوندي احمد كودي هو الاسم الكامل لهذا اللاعب كودي احمد صابو مدافن صابو لمحمد ابن مدينه وجده يرسل كره ممتازه لابن مدينه مراكش العب يا ابن تونس الخضراء مبارك قاطعين الماء والكهرباء هذا الضوء هذا القاضي من السنغال الله على الفرقه من المصياد المصياد والقاضي ضاعت سرع الرجال سرع الاقدام مصياد ماذا يفعل كوندي عداه مصياد يمشي مره ثانيه حتى يوقف الضوء يرسل الكرة في وسط ميدان غرابي ما وصلهاش والكرة تمشي مرة ثانية بالرقم 32 مراوغة ممتازة يرجع مرة ثانية صابو صابو لمحمد بن مدينة وجدة كرة تمشي مرة ثانية للاعب الاصفراني مراوغة ممتازة عدى لمباركي وكرة ترجع مرة ثانية كوندي يا كوندي متعني يا كوندي مراوغة ممتازة من هذا اللاعب القصير المكير يرسل الكرة في في داخل منطقة الجزاء كوندي هو اللاعب كوندي رقم 28
يعطي كرة لحارس رقم 31 هذا لامباركي رقم 32 يمشي مرتاح غرابي الهداف هذا هو القناص غرابي وسع وإلى مكتب الله الله على بصياد بصياد يضرب يضرب يا ميسي يضرب يا بنطار هذه كراتك هذه لعبتك وهنا الضاوي مدافع الضاوي وسع وكرة سلامات وصابي وكورة ضاعت رجعت ابن المدينة تولد في وسط ميدان ضاعت منه يمشي مرة ثانية رقم 24 باهي باهي رقم 24 هو الخلفاوي وليس باهي الله الله على بنطار كورة رايحة وجد الأروع وجد الحارس غير عادل مرة هو ابن المدينة تولد شمخية شمخية حسين أمين حسين أمين شمخية اسم الفاعل لابن سودة الخضراء يا بوم عيجلي عدوك يا كبير الله على الوعر شكري الوعر مرة من هنا حارس عملاق هذا برافو لابن تونس مرة ثانية تونس الخضراء هذا مبارك محمد حمزة الاسم الكامل لهذا اللاعب عمره 16 سنة علي علي خل خل علي وتدخل والحكم يقول لك العب العب يا عصام العب يا ولد العب يا بنتار هذا ميسي 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 عليكم يا ميسي اليونان يلعب للغرابي الغرابي والغرابي كرة تخرج في يده كرة ما خرجتش مازال الغرابي يلعب البينية مع احمد بنتار لقب لك بميسي كرة ترجع لأوستافي أوستافي مصياد أوستافي معلم مصطفى مصطفى Thank you.
معتذر دائما على القطاع والمباراة اليمنى كانت تقوم على وشك النهاية. ضربة جزاء هي مخالفة، من ينفذ ضربة جزاء؟ ضربة جزاء بكل الإثارة. أناس نمشي معك كثير من الليل. من ينفذ ضربة جزاء هو اليونان، هو ميسي دونا دييغو أرماندو مارادونا. يلا يا ميسي، يلا يا أحمد يا بطال. بين الثار مدافع أمام الكرة رقم 30 وبنفس الرقم ميسي جول. ميسي وضربة جزاء بكل الإثارة. هذه كراتك، هذه لعباتك، هذه عقلتك لم تتغير يا أحمد. قلنا أصغر لاعب في هذه الدورة، عمره 15 سنة هذا اللعب. بين الثار أحمد، بين الثار البيضاء. برافو يا بنطار يا لاعب. كرة تمشي لإسطنبول، ترجع ضاعت من كوردي وتمشي مرة ثانية لليونيل. ميسي ميسي، يلا عليك ميسي. وكرة تمشي مرة ثانية لإسطنبول. إسطنبول مدافع، أكثر لاعب يمس الكرة هو إسطنبول. هذا اللاعب قادم من ورشة محمد. ابن مدينة وجدة وممثل مدينة وجدة الأمن. صافي شكرا يا صافي.